لحيدر المكاشفي في صحيفة الجريدة يقصر السكر، هذا هو العنوان الذي اختاره حيدر المكاشفي لعموده الراتب بشفافية، يستهله مباشرة. يقال في أمثالنا الشعبية يقصر الملح، ونستلف المثل اليوم فنقول يقصر السكر، بدلالة أن السكر لم يختلف أو يتخلف عن الدخول في قائمة الأزمات التي تعاني منها البلاد الآن. استصاعدت أزعاره وقفز سعر الجوال منه اليوم حسب تقارير صحفية إلى 2000 جنيه، ثم لم يلبث هذا السعر إلا قليلا ليقفز مجددا. يمضي المكاشفي، وحكاية هذا البلد مع السكر مثل حجوة أم ضبابينة لا تعرف لها نهاية. ففي كل عام في هذا الوقت مع اقتراب الشهر الفضيل رمضان تتكرر ذات الحدوتة والغلوتية، تبدأ أسعار السكر في الارتفاع مع التمهيد لذلك بخلق درجة من الندرة. يواصل المكاشفي، قلنا من قبل ونكرر اليوم أن التحرير لا يعني أن تدور الأسعار على حل شعرها أو أن تنحل الأسواق من كل ضابط أو رابط، فتعير كما شاءت ليضع كل صاحب سلعة السعر الذي يروق له بلا منطق أو مبرر. يستمر المكاشفي في هذه الزاوية على الدولة واجب الترتيب والتنظيم ومحاربة الاحتكار وما إليه من أنشطة طفيلية لا يقرها دين ولا أي شرعة دنيوية. وحسب هنا أن أشير فقط لما قاله بحسم رئيس وزراء سابق لإحدى الدول لأعضاء غرفة بلاده التجارية حين أمهلهم أسبوعا لتوفيق أوضاع الأسعار قبل أن تتدخل الدولة بقرار حاسم. يختم المكاشفي هذه الزاوية بشفافية، فيا ترى ماذا ستفعل حكومتنا مع هؤلاء المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب يتساءل. وسؤالنا هذا استنكاري وليس استعلاميا، ينتظر إجابة.